السلام عليكم. من بداية شهر مايو والعالم بياخد الزحليقة حرفيا، اقتصاديا العالم بينهار اقتصاديا، واقتصادات كتيرة اتأثرت وبهدلت، وفي نفس الوقت في مشاكل كتيرة اقتصادية في العالم كله. وكانت العالم كان بيتجه في قبل المشاكل الاقتصادية دي الى حاجة اساسية وهي الكريبتو كرنسي. الكريبتو كان من العملات الافتراضية، كانت من الحاجات اللي شغالة كويس جدا وكانت تريندنج وكانت قوية، ولكن الكريبتو كرنسي بقاله فترة بينهار بشكل دراماتيكي، وده طبعا كان معروف، وان ده معروف من زمان وهو بينزل بشكل دراماتيكي وبيطلع بشكل غير طبيعي. فهل ده متوافق عليه؟ لا، مش افضل حاجة طبعا، لان كان في موجود عملات المفروض ان هي عملات ان هي ما بيتغيرش قيمتها بشكل كبير، وان الناس بدل ما هي مثلا هتشتري دولار ممكن تشتري قيمة عملة معينة، دي هتفضل ثابتة وان هي تحافظ على قيمة عملتها. من العملات دي عملة كان اسمها BTS، اللي كانت مربوطة بعملة تانية كان اخترعت الفترة اللي فاتت اسمها لونا. لونا كانت عملة قوية جدا لدرجة ان هي قيمتها وصلت قرب ال 119 دولار من فترة بسيطة، وكانت مربوطة بالBTS. وكان هنا الربط كان فيه حاجة مش مظبوطة، وده يبين لك ان السوق ده لسه مفيهوش ضوابط كتير وفيه هيحصل مشاكل كتير. هل المشاكل دي ادت لايه؟ ادت ان قيمة اللونة دلوقتي الى 1 من 1000 دولار، يعني قيمته ما توصلش حتى للسنت. يعني انت لو كنت عامل استثمار بمليار فانت تقريبا قيمة ثروتك دلوقتي ما تجيبش 50 دولار. فده بيقول لك من الاخر ما تستثمرش في الكريبتو كرنسي بشكل اللي هو مبالغ فيه، في حاجات موجودة ان هي تكون افضل، ممكن حلول افضل. يعني انا بقول الكلام ده لان احنا كلنا يعني في مصر او الدول العربية بنتأثر بشكل كبير جدا من المشاكل الاقتصادية اللي موجودة في العالم دلوقتي وزيادة الفيدرالي الامريكي، وهتبقى المشاكل الاقتصادية اكيد كتير لسه، ولكن مش هو ده الهروب. وخلي بالك انا بقول الفيديو ده لان انا يعني شفت الارقام الاخيره في مصر لوحدها في ناس شغاله في الكريبتو كرنسي اكتر من 1.5 مليون، فانت بتتكلم في 1.5 مليون اسره ممكن يتاذوا بشكل كبير جدا لو ان هم دخلوا في حاجه مش سكيور زي دي. فده كان الفيديو بشكل عام، ان خلي بالك ان انت قبل ما تنفست في الكريبتو كرنسي لازم تكون عارف ان هي مش اموال ممكن استرجاعها بسهوله، وفي نفس الوقت ممكن مكسبها يكون كبير جدا، ولكن دي مش الحاجه البيز، يعني مش ان انت هتحط فلوس هتكسب منها، على العكس انت ممكن تخسر وخسارات عنيفه جدا، وده طبعا بيفرق من شخص لتاني. واحب اقول لكم ان انتوا عشان تشوفوا افضل وتابعوا افضل ممكن ترجعوا لقناه المخبر الاقتصادي، هو كان بيتكلم في الموضوع ده بشكل موجز جدا وافضل مني بكتير لان هو خبير في الموضوع ده، انا جاست مطلع على الموضوع. اشوفكم بقى الفيديو جاي ان شاء الله، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. سلام.